واو الآن. هذا لك أيها الخائن. ماذا؟ أيتها المجنونة، من الذي خانك؟ لماذا لا تريد أن تصبح ملك الرقص في المعسكر المدرسي؟ قضيت طوال العام تتدرب عليه. لماذا؟ إنك تعد من أفضل الراقصين في الصف. وما شأني أنا؟ لما أفعل ذلك؟ أخبرني دينيس أي نوع من الرقص تجيد وسوف أدعمك. لماذا تصرين علي؟ اسألي ماكس، أليس صديقك؟ ماذا لو أنني أنهيت علاقتي بماكس واخترتك؟ هل ستذهب معي؟ ولكنك لم تسأليني حتى ما الذي أريده. أنا أسألك الآن، أتريد مشاركة الرقص؟ كلا لا أريد، وأيضا لا أريد أن تجبرينني. أنا لا أجبرك أبدا. حقا؟ وماذا تسمين فعلتك هذه؟ إنه طلب يا دينيس، هذا يسمى طلب. يسمى هراء، ليس طلبا أبدا. إذا كنت تسمي الرقص هراء فما الذي تظنه عن الأشياء الأخرى؟ أولا الأمر ليس بسيط، وأيضا لن يحدث أي شيء، فنحن لم نعد أصدقاء. أهذا آخر ما لديك حقا؟ نعم هكذا. أنت لن تأتي للرقص معي صحيح؟ نعم بالضبط كما فهمت. واثق من هذا؟ أجل أفعل. غبي. وأنت حمقاء. أتعلم دينيس؟ ماذا؟ إذا وصلنا الحديث بهذه الطريقة سوف ننهي صداقتنا. كما تشائين، فالأمر لا يهمني أبدا. هل أنت واثق؟ نعم بالطبع. لقد أزعجتني، تقول بأنني ثقيل. لقد مر شهر حتى الآن ونحن لم نعد أصدقاء، علاوة على ذلك فالرجال لا يرقصون. ومن قال ذلك؟ إنهم يرقصون ولكن أسوأ من الفتيات. مهلا، لما أنت غاضب؟ لقد سمعت صوتك وصل إلى آخر المدرسة. الأمر لا يهم صدقيني. هل أنت واثق؟ لكني أراك في مأزق كبير. أوه لن تفهمينني. وأنت صامت لن أفهم. فايلوتا تصيبني بالجنون. بالجنون مرة أخرى؟ فهمت. ماذا قلتي؟ لا عليك، ولكن أخبرني لماذا تضغط عليك؟ حسنا لا أعرف، تجبرني على شيء من رأسها ولا تدعني وشأني. ولماذا تهتم لها كثيرا؟ ماذا تقولين؟ ما أقصده، لماذا تستمر في الاستماع لشخص غبي؟ مهلا لا يجب أن تتحدثي عنها بهذه الطريقة المسيئة. لكنها لا تراك كذلك. مرحبا سافا. ماذا تفعل هنا؟ ما هذا الكلام؟ فأنا مثلكم في معسكر المدرسة الصيفي. لقد نسيت. أرأيت سافا؟ لا زالت فايلوتا تجبرني على فعل أشياء لا أريدها. حقا ما تقول؟ هيا قل له ما حدث. لا تهتمي يا رجل، قل ما لديك أنا أسمعك. بالضبط، عليك أن تخبر هذا الفتى الذكي. تبا عما يتحدثون، بعد أن انفصلنا أخذ يشوه سمعتي أمام أي شخص يأتي إليه. فايلوتا مرحبا، ماذا تفعلين عند النافذة؟ إنني أراقب دينيس. ولماذا؟ باختصار لم يرغب بالذهاب معي إلى الرقص وهو يتجول الآن مع فيرا وسافا. مررت بهم وكانوا يتحدثون. بالله عليك هل سيصمتون؟ طبعا سيتحدثون. لماذا تراقبين؟ سيزعج هذا ماكس. لحظة إيفا، هل أنت معي أم معهم؟ كوني حذرة يا فايلوتا، واضح أن الأمور ليست بخير. إذن يجب أن تدعميني أكثر. بالطبع أنا معك. إذن إياك وتركي إيفا. يا رجل لا أصدقك، لقد كانت مصرة بشكل مجنون حول موضوع الرقص المدرسي. ولماذا كانت مصرة عليك وليس على ماك؟ اسألها بنفسك. إنها رسالة من إيفا تريد مني أن أذهب إلى الصف، أنا آسف. حسنا اسمعني، افعل ما تريده، ليس عليك الخوف منها. ماذا؟ أنا أتقول بأن فيرا تريد أن تصبح صديقة دينيس؟ أجل، عندما تركت فايلوتا دينيس بدأت فيرا تتصرف بغرابة. وماذا يهم؟ أليس ماكس هو صديقك الآن؟ يمكنني أن أختار من أريد. نعم هذا لأن فيرا ليست جيدة. وهل سألتماه عن رأيه؟ دعوه هو يقرر، ما هذا الكلام الفارغ؟ يا ظالم، ألا تهتم بأنه صديقي؟ أولا لقد كان صديقك والآن أنت صديقة ماكس. أوي سافا، ماذا تعرف عن الصداقة؟ هل تقصدين أنك مثل فايلوتا؟ ما هذا الكلام الفارغ يا إيفا؟ سافا لا تسئ الفهم هكذا، لن تنتهي صداقتنا.
إنه أسوأ منظر رأيته اليوم. وأنا مثلك أيضا. صباح الخير. اللهم اجعله خير. يبدو بأنه لن يكون كذلك. هذا يكفي يا فتيات. دينيس، ألديك ما تقوله؟ نعم لدي. وما هو؟ مهلا فيولوتا، أعرف بأنك تريدين أن نعود أصدقاء وما إلى ذلك، ولكن ولماذا هذا؟ اسمعي فيولوتا، الآن أصبحنا صديقين، ومن الأفضل أن لا تقومي بحركات غبية فهو لا يحتاجها. يكفي. آسفة حقا. يا لها من قليلة أدب، ألا تستحي؟ تهانينا. سافا توقف عن المزاح. ماذا؟ ألا أستطيع أن أفرح؟ ليس في هذه الحالة. ما الذي تقولانه؟ ألن ترحبوا بي؟ نرحب بك. أعتقد أنني سأذهب. ربما يحسدوننا على صداقتنا القوية. ربما. بعد كل ما فعلناه من أجل ناكر الجميل والمعروف، أحيانا يتصرف الأولاد بغرابة. ماذا؟ هذا غريب لأنك أيضا صبي مثلهم. أعلم، لذلك أردت أن أدعمها. أحسنت صنعا يا سافا، أعتقد أن ذلك ساعدها حقا. وماذا أفعل؟ أخبريني الآن. أنا سأنتقم. نعم ستفعلين. نعم ستخترعين أقصى طريقة وتنتقمين. كلا أنا جادة. لا تغضبي، الغضب يجلب التجاعي. يجب أن أنتقم الآن. سأنتقم. ليس صحيحا ما يقومون به، هذه قلة أدب. حسنا، ولكن ما الذي ستفعلينه؟ اختيار الأصدقاء أمر طبيعي جدا ويحق له أن يفعل ذلك، أليس كذلك؟ لا، ليس من الطبيعي أن أكون صديقته وذيرة كذلك. حسنا سوف نساعدك، أليس كذلك سافا؟ حسنا. كيف سننتقم الآن؟ حقيقة لا أعرف بعد، ولكن يجب أن تكون مهينة ومسيئة جدا. إذا ماذا ستفعلين؟ سوف أشرح. هل نذهب للسينما؟ نعم ولكنها مغلقة. إذا ما رأيك في فناء المدرسة؟ هذا المكان متاح. ألو نعم، ماذا تقول؟ أنا قادمة، يطلبون منا الحضور للاجتماع مع المدير بالخارج. اجتماع مع المدير في الخارج؟ نعم قالوا ذلك. غريب، من كان المتصل؟ لا أعلم، هيا سنرى هنا. فلنذهب. أوه الآن. تستحق ذلك أيها الخائن. ماذا؟ أيتها المجنونة، من الذي خانك؟ أنت وفيرا. ألا يمكن أن نكون أصدقاء؟ ألا يحق ذلك؟ هذا يكفي. اسمعوني، نحن نعلم جيدا بأن هذا التصرف خاطئ، والآن يجب أن تعتذروا من بعضكم البعض وأن تنسوا هذه المعركة وتعودوا أصدقاء. لن أفعل. ولا نحن أيضا. يبدو أن الأمر لن ينتهي.